يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج ترند. كالعادة عندنا أخبار وتفاصيل كتيرة جدا على مختلف الأصعدة، سواء الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وكمان أخبار بتتعلق بالنادي الأهلي خصوصا في ظل تواجد مباراة النهاردة وحدث مهم ومباراة فاصلة بالنسبة لممثل مصر الوحيد في دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي، اللي أكيد بنتمنى له كل التوفيق في هذه المباراة، مباراته أمام الرجاء المغربي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله يكون موفق ممثل مصر في هذه المباراة وأيضا في هذه البطولة، وده اللي الكل بيتمناه، ده أمر مؤكد. فبالتالي عندنا كلام كتير كالعادة هنتكلم فيه، لكن الأهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة. سؤال الحلقة بيتعلق بالمباراة، فبالتالي توقعاتكم لتشكيل النادي الأهلي وللنتيجة في هذه المباراة، فهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما أنتم دايما متعودين. طيب نروح نشوف العناوين، يلا بينا. الأهلي يخوض الليلة مباراة الإياب أمام الرجاء. كولر يطالب اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الذهاب. بعثة الفريق تعود للقاهرة عقب اللقاء مباشرة. طيب بص بقى، النهارده في ماتشات كتيرة جدا في مختلف القارات، يعني في ماتشات مهمة بتحظى بمتابعات كبيرة، طبعا أهمها مباراة الأهلي والرجاء، لكن خلينا نتكلم مع بعض كده ونقول لحضراتكم أهم المباريات عشان تتابعوها، لأن ده أمر مهم جدا، والنهارده السبت بيبقى إجازة يعني عند المعظم، يعني فالكل بيبقى عايز يتفرج على الماتشات. فخلينا كده نشوف ماتشات النهارده إيه. لما هنيجي نتكلم على صعيد دوري ابطال افريقيا، فمباراه النهارده اللي بتتلعب في هذه اللحظات مباراه سان داونز مع شباب بلوزداد. لو تفتكروا ان مباراه الذهاب كان سان داونز فاز على شباب بلوزداد بنتيجه 4-1 في مباراه الذهاب. سان داونز طبعا فرقه ثقيله جدا جدا، ووصولها للمباراه النهائيه اعتقد مساله وقت، يعني حتى لو هيقابل الوداد المغربي في المباراه المقبله، لان الوداد حتى امبارح في مباراته امام سيمبا اللي كانت في مركب محمد الخامس كسب 1-0 ولعب ضربات جزاء بالعافيه تأهل، مش هو الوداد بتاع السنين اللي فاتت. فبالتالي طريق سان داونز في اعتقادي الشخصي وليس تقليلا طبعا من فرقه الوداد، طريقه سالك للمباراه النهائيه وهو فريق يستحق. الشوط الاول خلص بالتعادل الايجابي 1-1 ما بين سان داونز وشباب بلوزداد، وكان شباب بلوزداد اتقدم في النتيجه 1-0 وبعد كده تعادل سان داونز. طب عشان شباب بلوزداد يكسب ويصعد المفروض مطلوب منه ايه؟ المفروض ان هو يجيب 3 اهداف كمان بالاضافه للهدف اللي جابه عشان يبقى النتيجه 4-1 ويبقى في تعادل. فيما عدا ذلك اي هدف لسان داونز القصه اصلا كده كده محسومه حتى من غير الهدف بتاع سان داونز. ده بخصوص مباراه او المباراه الاولى في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. اما بخصوص المباراه الثانيه فهي مباراه الترجي وشبيبه القبائل. الترجي كان فاز خارج ملعبه بنتيجه 1-0. الماتش هيكون الساعه كام؟ الماتش هيكون الساعه 10 بالليل. واحنا هنا بنتكلم طبعا ايه، هو كان المفروض 9 بعد تعديلات التوقيتات وتوقيت الصيفي فبقت الساعه 10. نفس الحال بالنسبه للمباراه الاهم لكل متابعي الكره المصريه واللي بيتمنوا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، هي مباراه الرجاء والاهلي في اياب نفس الدور، والاهلي كان تفوق في مباراه الذهاب بنتيجه جيده وهي نتيجه 2-0. ان شاء الله كل التوفيق لممثل مصر في هذه البطوله. طيب تعالى نروح بقى عند دوري ابطال اسيا. فالنهارده في ماتش في ذهاب نهائي البطوله، ذهاب نهائي بطوله دوري ابطال اسيا ما بين الهلال السعودي واراوا ريد دايموند اليابان. المباراه هتكون الساعه 8:30. كل التوفيق ان شاء الله للهلال السعودي الفريق العربي الشقيق في هذه المباراه. وبالمناسبه اراوا ريد هو ضمن اعتقد المشاركه لو خد بطوله الدوري الياباني حتى لو خسر مباراه النهارده، وفي كل الاحوال الهلال حتى لو خسر المباراه هيشارك برضه، او حتى لو خسر البطوله هيشارك. ليه؟ لان البطوله اصلا بتاعه كاس، انا بتكلم هنا طبعا عن كاس العالم للانديه، البطوله اعتقد هتبتدي او هتقام في اليابان، وخلينا نترقب ونشوف. فدي مباريات الدوري او دوري ابطال اسيا. تعالى بقى لاجمد دوري في الدنيا، اجمد دوري هو الدوري الانجليزي. خش بقى معايا كده على الدوري الانجليزي. ايوه الله ينور عليك. النهارده كريستال بالاس لعب قدام ويستام في مباراه كانت الساعه 2:30، ماتش
حافل بالاهداف، كانت حفله النهارده 4-3. كريستال بالاس كسب 4-3 ويست هام يونايتد في مباراه بشوف ان هي مش مهمه قوي لكريستال بالاس على قد ما هي مهمه لويست هام يونايتد عشان موقفه في الدوري الانجليزي. اما بخصوص بعض المباريات او اخر مباراتين في اليوم النهارده في الدوري الانجليزي، ففي ماتشين ابتدوا الساعه 5، برنتفورد مع نوتنغهام فورست، ده ماتش الساعه 5، ماتش مهم قوي لنوتنغهام فورست، لكن برنتفورد ضمن بقائه في الدوري الممتاز. اما برايتون فهيلاعب ويلفرهامبتون، مباراة هتكون الساعة 5 وهي أيضا مباراة مهمة لبرايتون تحديدا في إطار منافسته للتأهل للبطولات الإفريقية أو عفوا البطولات الأوروبية، وبالتحديد سواء بطولة المؤتمر الأوروبي أو حتى وليه لأ، وده أكيد طموح عندهم إن هم يوصلوا اليوروبا ليج. فخلينا نشوف برضو، لأن ماتشات الدوري الإنجليزي كلها بصراحة ماتشات يعني من اللي قلبك يحبها كده، ماتشات متعة، أي فرقتين أي فرقتين. واللي بيساعد في كده طبعا الأجواء الرائعة هناك في الدوري الإنجليزي، حضور جماهيري، ملاعب مميزة، كل هذه الأمور. تعال نروح للدوري الأسباني. النهاردة إليتشي هيلعب الساعة 5:15 مع رايو فاليكان، وريال مدريد هيلعب الساعة 7:30 مع ألميريا، وبرشلونة اللي بيقترب من حسم بطولة الدوري حتى لو خسر المباراة الأخيرة في نفس البطولة، لكن فرق النقاط يسمح ليه أن هو يقترب بشدة من الفوز ببطولة الدوري الإسباني. فبرشلونة هيلعب مين؟ هيلعب ريال بيتيس الساعة 10 بالليل. طيب لسه في ماتشات؟ لا، النهاردة اليوم تقيل قوي كله كورة. نروح للدوري الإيطالي. روما هيلعب مع ميلان الساعة 7، وتورينو هيلعب مع أتلانتا الساعة 10:15. بصراحة أنا الدوري الإيطالي مش من الدوريات اللي بتشدني، يعني مش من الدوريات القوية بالنسبة لي، لكن في كل الأحوال برضو دوري عريق والمنافسة فيه يعني نوعا ما جيدة، لكن طبعا ما فيش أفضل من الدوري الإنجليزي. دي أهم وأبرز المباريات النهاردة في مختلف الدوريات والبطولات القارية. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل تفاصيل، يلا بينا. الماتش ناقص عليه خمس ساعات إلا ربع، وماتش مهم طبعا لممثل مصر النادي الاهلي، ان شاء الله يكون موفق. فعشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسلنا علشان نطمن من خلاله على كل التفاصيل اللي بتتعلق بكواليس ما قبل هذا اللقاء. يا كريم اهلا بيك. برحب بيك يا زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل التحيه ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، قول لنا كل التفاصيل اللي عندك واخر التحضيرات بالنسبه للنادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه والحاسمه. يعني نقدر نقول يا امير خطوه مهمه جدا تفصلنا عن نصف النهائي ان شاء الله باذن الله، كل التوفيق لفرقتنا النهارده للجهاز الفني، تحضيرات كالعاده على اعلى مستوى، الكل مركز بشكل كبير جدا، الرغبه موجوده، لكن ان شاء الله بنتمنى التوفيق يكون معانا في هذه المباراه. شوط اول كان اكثر من رائع، نتيجه واداء وحضور جماهيري كان اكثر من رائع، وده دفعه كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي، لكن اختلاف كبير جدا في هذه المباراه، الكثافه الجماهيريه كالعاده لجمهور الرجاء، يا رب ان شاء الله تكون دوافع لفريق النادي الاهلي والنادي الاهلي ترجمها في ارضيه الملعب. ايضا كمان يمكن مش هنقول شحن معنوي، لكن يمكن كل طبعا جمهور الرجاء وكل المتواجدين هنا عندهم الامل ان هم يعني بيتكلموا طبعا على النتيجه وكده، لكن الحقيقه امير حاله التركيز وحاله التحضير الفني الاكثر من رائعه لمستمر سلكور للجهاز الفني للاعبين، كبار اللاعبين واحاديثهم الفرديه والثنائيه اللي بناكد عليها الحقيقه في كل مره بتدينا انطباع وبتدينا ثقه وبتدينا امل بشكل كبير جدا ان شاء الله النهارده يكون يوم فرح على الشعب المصري وليس جمهور النادي الاهلي فقط. الروح مطلوبه، الجديه موجوده، التضحيات مهمه جدا، فيا رب امير ان شاء الله باذن الله كل التوفيق يكون مع فريق النادي الاهلي في مواجهه اليوم الاهلي والرجاء على مركب محمد الخامس 8 مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. كل الأمور طيبة جدا في فندق الإقامة، يعني خلاص أقدر أقول لك لحظات بسيطة جدا وتبدأ لاعبي النادي الأهلي في النزول لتناول وجبة الغداء، ومنها تكون كل التوقيتات طبعا أمير اللي أنا بتكلم فيها توقيتات طبعا الدار البيضاء الخامسة يمكن والنصف إن شاء الله بإذن الله بتوقيت الدار البيضاء هتكون المحاضرة الفنية الأخيرة لمستر مارسيل كولر، على أن تكون طبعا التحرك في السادسة، يعني ملعب المباراة بيبعد 20 دقيقة بالتأمين، لكن مستر كولر الحقيقة معودنا في المحاضرات الأخيرة يعني بتكون 10 دقائق ربع ساعة، ومنها إن شاء الله يتوجه بعثة النادي الاهلي بالكامل الى مركب محمد الخامس. يا رب ان شاء الله كل الاجواء والظروف والتحضيرات والتشكيل ايضا كمان اللي استقر عليه مستر مارسيل كولر وسيناريوهات المباراه، الراجل يمكن اجتهد بشكل كبير جدا مع اللاعبين، يا رب يكون موفق ان شاء الله يا امير في هذه المباراه. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. الزميل العزيز كريم احمد مراسلنا قال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بما قبل هذا اللقاء الهام للنادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل، يلا.
امبارح كان في تصريحات مهمه لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وايضا كابتن الفريق محمد الشناوي. تعالوا نروح نشوف التصريحات دي في التقرير ده ونرجع مره ثانيه. Gut, ich freue mich auf das Spiel. Es ist wieder ein Spiel, wo viele Zuschauer mit dabei sind und das ist das, was wir in Ägypten ja jetzt auch in der Meisterschaft leider nicht immer voll erleben können. Es ist natürlich auch ein schwieriges Spiel für uns. Wir wissen, dass, oder es ist 2-0 für uns. Wir wissen, dass es Halbzeit ist und dass es natürlich Rascha in diesem Rückspiel alles tun wird, um wahrscheinlich früh in Führung zu gehen. Und es ist wichtig für unsere Mannschaft, dass wir hochkonzentriert sind, dass wir wissen, was auf uns zukommen kann. Und viele Spieler haben hier schon gespielt, kennen die Atmosphäre und dementsprechend werden wir gut vorbereitet sein und hoffen natürlich, dass wir schlussendlich den Abschluss schaffen. أنا سعيد جدا بالمباراة، سعيد بالأجواء، سعيد بالاستقبال جدا، سعيد بحضور الجماهيري اللي هنشوفه إن شاء الله بكرة. احنا يعني في مصر بدأنا يحضر لينا جمهور تاني بعد غياب في الدوري، للأسف ما بقاش عندنا جمهور، لكن حضر لينا جمهور في بطولة أفريقيا، بدأ يحضر لينا جمهور، ودي أجواء احنا بننبسط بيها جدا. احنا عارفين ان احنا قدامنا ماتش صعب جدا، ماتش قوي بكرة قوي مع فريق قوي وفريق كبير. احنا الماتش الاولاني كسبنا 2-0، لكن ده كان الشوط الاول فقط من مباراه. الشوط الثاني هيبقى بكره. عارفين ان احنا قدام خصم عنيد، خصم قوي هيعمل كل شيء من اول دقيقه ان هو يحاول ان هو يحرز هدف مبكر. احنا هنكون مركزين ان شاء الله، وهنكون مستعدين بقوه ان احنا نتاهل باذن الله للادوار القادمه. ان الجمهور هيبقى موجود، جمهور الرجاء معروف وجمهور قوي وشرس، لكن لعبتنا عندها خبرات كبيره ولعبت في الاجواء دي، او اغلبهم لعبوا في الاجواء دي قبل كده، وعارفين ان منتظرهم بكره، لكن بقمه التركيز وقمه التحضير هنكون مستعدين لمباراه الغد ان شاء الله. Nein, die Sorge habe ich nicht, weil wir haben ihr das erste Spiel 2-0 gewonnen. Und es ist natürlich auch wichtig, immer nach vorne zu schauen und das nächste Spiel anzuschauen und nicht in der Vergangenheit nachzuhängen. Wir haben das Spiel damals aufgearbeitet und wir sind auch besser zurückgekommen. Wir haben uns qualifiziert noch und dementsprechend ist keine Angst da, sondern eher Freude, dass wir dieses Spiel bestreiten. لا، ما عنديش اي قلق خالص بخصوص ده. ما بفكرش في الماضي، انا دايما بفكر لقدام. ماتش سان داونز كان من التاريخ، واحنا اشتغلنا على ماتش سان داونز كويس من بعدها، واحنا الحمد لله ادائنا بيتحسن ماتش بعد التاني، ادائنا بيرتفع ماتش بعد التاني افضل. اتاهلنا للدور اللي بعد كده، كسبنا الماتش الاولاني 2-0، وده بيبين ان احنا قدرنا ان احنا نتطور ونتحسن بعد اللقطه دي. انا ما ببصش للماضي، بتعلم وبتحرك لقدام وببص لبكره. مشاعري لبكره اكتر انبساط وسعاده من ماتش بكره والاجواء بتاعتها، لكن خوف ما عنديش. Es ist natürlich schade, dass nicht alle Spieler mit dabei sein können, aber wir haben ein großes Kader und dementsprechend haben wir genügend Spieler, die dann auch, wenn mal der eine oder andere verletzt ist, sie ersetzen können. Das ist das Wichtigste. Das haben wir hier mit diesem Kader. Dementsprechend habe ich auch oder bin ich froh, dass wir Spieler haben, die nicht dabei sind, ersetzen können. بالتاكيد خساره ان يبقى نفقد لعيبه للاصابه ايا كان، لكن النقطه دي ما بتعمليش اي قلق، لان انا عندي قائمه كبيره من اللاعبين وكلهم لعيبه كبيره، كلهم لعيبه على اعلى مستوى. اي لعيب بيتصاب انا بقدر اعوضه، بيقدر اللعيب البديل ينزل بيبقى في نفس الكفاءه بنفس المستوى. بنزعل على اصابه اي لاعب، لكن انا سعيد جدا ان انا بدرب فريق كبير عنده قائمه كبيره من اللعيبه كلها مستوياتها متقاربه، وبالتالي بقدر ان انا اي لعيب بيتصاب بديله بينزل بيبقى نفس الكفاءه بالظبط، ما بحسش بالمشكله. طبعا احنا عارفين ان المباراه قويه جدا بالنسبه لنا، المباراه الاولانيه بالنسبه لنا كنا مقسمين لها شوط اول وشوط ثاني. الشوط الاول بالنسبه لنا يعني عملنا اللي احنا كنا عايزينه ان شاء الله بكره، خلاص الشوط الاولاني نفكر في
مباراه قويه وطبعا عارفين الفرقه استعدادنا بشكل كويس بعد ما برضه نستعد بشكل كويس وزي ما قلت شايف احنا مبسوطين ان احنا بنلعب في الاجواء اللي زي دي زي فوز وجمهور كبير الجمهور بتاع الرجاء طبعا بالنسبه لنا الجمهور بتاعنا كان موجود يعني احنا كنا الفتره اللي فاتت ما كانش موجود دلوقتي موجود في البطوله الافريقيه ان شاء الله يكون موجود برضه في الدوري ان شاء الله بكره يبقى مباراه كويسه لينا وليهم ان شاء الله نحقق احنا عايزينه شكرا احنا عامه ماتش الوداد كان السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت برضه لعبت هنا الرجاء موضوع الجمهور بالنسبه لي وبالنسبه للفرقه بالنسبه لي عامه واللعيبه اللي موجوده عندها خبرات كبيره جدا من الماتشات اللي زي دي وبرضه الجمهور رساله موضوع ممكن نصح حضرتك او ممكن نصح حضرتكم اللي يتأثر عليها سلبي او يتأثر عليها سلبي مفيش الكلام ده خالص لما كنتش بقول احنا ما بنخافش مفيش حد لعب في الاجواء قبل كده يكون خلاص اتعود عليها ويلعب فيها ما بيخافش الموضوع كله بقى ظروف ماتش مش اكتر يعني عندنا ماتش بكره مركزين في الماتش مركز في اللي ورا اللي ورا خلاص احنا سمعنا نفكر بكره بس رد على سؤال حضرتك الفتره بتاع الدوري المجموعات الدوري اكون افضل والكلام ده كله احنا عندنا ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت بين دوري وبين كاس وبين دوري المجموعات في افريقيا بيبقى عندنا ضغط مباريات ده ممكن اقول لحضرتك يعني ده بيبقى فيه شويه ضغط وكان شويه لعيبه بس الحمد لله احنا بنقدر نعدي المرحله دي وعدينا الحمد لله ودلوقتي موجودين في ربع النهائي وماشيين بشكل كويس ودلوقتي احنا كاسبين الشوط الاولاني الماتش الاولاني وان شاء الله نفكر في الماتش بكره ده اللي ممكن يعني دي الفتره اللي احنا بيبقى فيها ضغط عندنا المباريات ودي الموضوع كله يعني بس اكيد احنا بنتكلم في ماتش بكره ما بنتكلمش في اللي فات خلاص احنا اللي فات خلص خلاص احنا بنتكلم في بكره اكيد المباراه قويه بكره وهم فرقة انتظرة مسرعة جدا واحنا قابلنا الماتش الاولاني ظهر بشكل كويس جدا واحنا عندنا مباراة كويس جدا بكره احنا بنزلنا من نجاهد المباراة واهم حاجة عشان نصعد طبعا اهم حاجة نطلع واللي كسبان مبروك النصراني النصراني الكلام ده كله اهم حاجة نطلع بشكل كويس اهم حاجة بصراحة أنا لعبت هنا في المغرب كتير بصراحة استمتع بالجمهور اللي موجود بصراحة الرجاء بالذات وكان معانا برضه في كأس العالم بصراحة الجمهور المغربي يعني معروف في العالم كله مش أفريقيا بس وبالنسبة للجمهور اللي بلعب في دوري المغرب طبعا يعني بالنسبة لي بقى الجمهور بالنسبة لي بكون مستمتع واللعيبة بتكون مستمتعة خلاف بيقولوا احنا خايفين لا اللعيبة بتبقى مستمتعة جدا بالجمهور وجمهور الجمهور بالنسبة لنا يعني دي حياة اللعيبة كلها بتحب يكون في الأجواء دي بتكون موجودة الجمهور اللعيبة بتحب تلعب بالشكل ده تصريحات اكيد مهمه من كولر المدير الفني للنادي الاهلي قبل هذه المباراه الحاسمه اللي ان شاء الله باذن الله الاهلي ممثل مصر في هذه البطوله يكون موفق واكيد ايضا تصريحات مهمه من محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي واحد كباتن منتخبنا الوطني وحارس كبير طبعا في كل الاحوال نتمنى له يا رب كل التوفيق ايضا في هذه المباراه في اجواءها الصعبه للغايه لكن الاهلي بلعبته خبراتهم كبيره جدا جدا في مثل هذه المباريات ايضا كان في تصريحات للمدير الفني التونسي للرجاء المغربي وهو منذر الكبير خلينا نروح نشوف التصريحات دي وبعد كده نرجع نكمل يلا بينا مخابره عوده وذهاب نعرف شنو اللي صار مخابره اياب على ارضيه ميدانا تحضير كان فكره واحده وخيار واحد دخول بقوه ثم التسجيل والانتصار نعرف لكونه مهمه صعيبه علينا نحن حتى على الاهلي المصري لكن ماهيش مستحيله الفريق الاهلي المصري في شهر مارس لعب مقابلات قبل 3-0 ضد المصري قبل في مقابلات خارج ميدان 5 احنا الثلاثه مقابلات الاخيره لعبناهم على ارضيه ميداننا في الشامبيونز ليج الفريق نتاعنا سجل 10 اهداف الفريق قادر باش يسجل هدفين واكثر الرجاء فكره واحده باش ندخلوا قوه بصلبه كبيره مع الجمهور نتاعنا وخاصة اللي كانوا الشوط الأولاني اللي كان في مقابلة الذهاب كان محترم ومحترم جدا عاودوا مع أكثر إفيكاسيتي وأكثر إصرار وأكثر سرتو نجاح القدام
نصور لاعبين درجة قادرين على الشيء هذا مع جمهور شعطي إضافة كبيرة. الناس كل مستعدين، حالة استنفار قصوى ضد الفاسون باش ندخلوا أون فورس الانتصار ولا غير الانتصار بحول أكيد. اللي كانوا في التحضيرات قرأوا حساب المراكز الكل، طريقة اللعب، شكون باش يلعب على اليمين شكون باش يلعب على اليسار، اللاعبين يعرفوا الأدوار نتاعهم. نقول المقابلة طويلة، في لاعبين ينجم يبداوا المقابلة ويقوموا بالدور نتاعهم، واللاعبين اللي يدخلوا يكونوا حاسمين أكثر. فما العديد من المقابلات اللي لعبتهم الرجاء، 30 دقيقة الأخرانية هي اللي كانت حاسمة على مستوى النتيجة، على مستوى تطور الأداء، وكمان أون فورس. إذا باش نلعبوا بعشرة لاعبين وحارس، مانيش باش نجمو نعملوا فارق. إذا نلعبوا 15 لاعب و 16 لاعب والأربعة خمسة لاعبين اللي مشاركوش مع المجموعة بقلبهم وبالنصائح نتاعهم وبالإضافة نتاعهم، ديما تكون عندنا شانس. في بعض الأحيان مهم الفريق اللي باش يبدا باش يعطي الإضافة، وأهم منه الناس اللي باش تدخل فريمون باش تعطي أن بلوس، خاطر هما يراو في الماتش، يشوفوا في ليزادفرسير ديريكت، يشوفوا في الإسباس، يدخلوا ويلقاو أكثر مساحات. هنا المطالبين باش يعاونوا اصحابهم ويكملوا الخدمه اللي خدموها اصحابهم. دونك هنا ديما نعاود نرجع للاهم شيء، هي اضافه المجموعه. الماتش طويل، فيه كل شيء، فيه العديد من المباريات. صحيح الجزئيات في الاخر تنجم تعمل الفرق، مطالبين عم باش نحطوه من صالحنا. جزئيات عديده وعديده جدا، دفاعيه وهجوميه. هنا في التحضير، لكن مش ندخل في الديتاي نتاع المقابله. خيار واحد بالنسبة لي نحن، معنا كان خيار واحد، بتطر الأهلي ينجموا يستحفظوا، ينجموا يطلعوا، ينجموا يجريوا، ما يعنى فكرة واحدة، خيار واحد، فولونتي واحدة، قوة واحدة، الناس كل داخلين باش نسجلوا مثل الأسبقية، وصورتو نعرفوا مين الأهلي قبل، لقى صعوبات ولقى وضعية صعيبة. دونك أفهم الأول، الناس كل مع بعضنا ندخلوا باللي ساتون تاعنا، هو حتى في الشوط اللي عملوه اللاعبين في مصر، وهذه كانت الاصنضاع نحن، الفرص الاولانيه عن نحن، ما ترك اللي كانوا نلعبوا ارضيه ميداننا مع الدفع الكبير نتاع الجماهير، مع الفولونتي الرفيع عند الملاعبيه في التحضير هذا الكل. نتوكل على ربي، وفما كان خيار واحد، الانتصار والتاهل ان شاء الله. كل واحد عنده تحليل ويشوف الأشياء ديما بعد المقابلة، لكن قبل المقابلة فما عدة قرارات اللي طرفين ناخذوهم مبنيين على المعطيات اللي موجودين. في مقابلة أكادير لعبنا 120 دقيقة ما كناش محظوظين، خسرنا ثلاثة لاعبين، خسرنا مكعازي فراكتور في يده، خسرنا بداوي، خسرنا إسماعيل من 10 دقائق الأولانيين. هذوما وضعيات تعدلوا بهم الفرق الكل، مطالبين باش نوجدوا الحلول. اللاعبين اللي دخلوا ديما نقولوا الشوط الاولاني ما قصروش، كان نقص كالفاعليه، كان نقص كالفاكتور شونس، كان نقص كالريوسيت في الزوز كور ولا الثلاثه كور اللي جاوا، ساشون كو نعرفوا عايشين لو نيفو عندنا مده، نعرفوا وقت تبدا منافسات في مستوى متقارب تتلعب على جزء صغيره، لازم تكون عندك الريوسيت في فاز اوفنسيف، تبدا فما ريغور كبيره في فاز ديفنسيف. ما نجمش نرجع الماتش تاع الليل، غروسو مودو اللاعبين اللي بداوا عملوا مجهودات نتاعهم، والتوفيق يحضر وغير. الناس اللي دخلت زاد الناس اشتهدت، ما نضروا ريزلتا نعرفوها كيف مشات على روحها. ماتش تعدى الليل، مازال ماتش رتور. اون فرا تو دو تيل فاسون باش نحطوا ليزاتور كل صلاحنا، باش نجمو نوصلوا الهدف نتاعنا بحول الله. المقابلات اللي ذكرتها بكل صحيح ما سجلناش، لكن اقل شيء في كل مقابله كان فما اربع خمسه اوبورتينيتي نجمو نترجمو. مقابله اخرى دوما سي سي ماتش، باش تشوفوا لاعبين اخرين، باش تشوفوا انفي كبيره، باش تشوفوا فولونتي، باش تشوفوا ان جو فار لافون، اغريسيفيتي، باش تشوفوا ناس مامنين 100% دو تيل فاسون اللي فما امكانيه باش نترشح. والايمان الكبير يولي كل لاعب تدخل تتعوض خمسه لاعبين، وهنا هي العقليه وقدره السميع العليم، قدره السميع العليم نوصلوا للهدف نتاعنا. نفس التوجه، يعني ديما الاسئله اون مي لاكسون سورتو على التشويش على الفريق. احنا مش نتاعو في البياجي، احنا مركزين على المقابله، مركزين على المردود نتاعنا،
لاعبين كل متجندين، مجموعة كل متجندين باش يقوموا بالواجب. دونك هذا هو التفكير اللي فانا تواجه ماشي. نقطة قوة الرجاء الجمهور قاعد يخوف الواجب وأكثر من الواجب، كان ديما موجود ودافع مع اللاعبين، عطي فيهم في طاقة كبيرة في الضغطات الصعيبة. إسرائيل دوما هو إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي يخرجوا رؤوسهم مرفوعة وفخورين باللاعبين وفخورين بالنتيجة بتاع الشوط إن شاء الله. النهارده كان في مباراه مهمه وحاسمه في دوري سيدات كره اليد للنادي الاهلي امام سبورتنج، وقدر النادي الاهلي ان يفوز بنتيجه 28-24 علشان يفوز ببطوله الدوري، او السيدات يفوزوا ببطوله الدوري. فبنبارك لهم، بنقول لهم الف مبروك، ومبروك لجماهير النادي الاهلي. وفي الحقيقه يعني عشان نكون بنتكلم بصراحه، فمجهود عظيم بيبذل من النادي الاهلي في النشاط الرياضي هذا الموسم، ومن إدارة النشاط الرياضي كمان برئاسة الكابتن خالد العوضي، لكن في نفس الوقت أكيد الإدارة نفسها يعني خططت بشكل كبير جدا على مدار السنة اللي فاتت عشان يظهر أو تظهر مختلف الفرق في النشاط الرياضي بهذا المستوى وبكم هذه البطولات. فبنبارك طبعا لجماهير النادي الأهلي بطولة جديدة بتضاف ليهم، وتضاف طبعا للنادي الكبير النادي الأهلي. طيب خلينا نشوف بعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي على السوشيال ميديا، وأكيد الحديث كله في هذه الساعات عن مباراة الأهلي والرجاء، فبالتالي ما فيش كلام. أنا كنت حابب النهاردة أخد طبعا ترند محلي، أتكلم في الجوانب المحلية، لكن الأمور الأخبار قليلة شوية لأن الاهتمام كله منصب على مباراة الأهلي والرجاء، لكن عندي أخبار عالمية مهمة هنتكلم فيها طبعا، ده أمر غاية في الأهمية يعني. لكن في نفس الوقت لما نيجي نبتدي مثلا في الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا، فالبعض بيتوقع التشكيل زي ما حضراتكم شايفين كده، يلا كوره، بيقولوا ان هيكون في تغيير وحيد والكهرباء هو اللي هيقود الهجوم. وتشكيل الاهلي المتوقع لمباراه الرجاء بدوري الابطال كالاتي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، ما فيش غبار على كده. في خط الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، تبقى لتوقع مين زي ما حضراتكم شايفين كده، توقع موقع يلا كور. وبالتالي حتى هذه اللحظة ولحد ما احنا بنقرا التشكيل كده ما فيش اي تغييرات. طيب خلينا نخش على اللي بعد. اليو ديانج، لا مش ده، نرجع ايوه نرجع للخبر اللي قبليه، لسه ما كملتش التشكيل. ايوه الله ينور. في خط النص هيكون موجود مين؟ اليو ديانج، حمدي فتحي، ومروان عطيه، ثلاثي قوي. هو التغيير الوحيد وده منطقي جدا، هو بسبب غياب عمرو السوليه بسبب الاصابه ومسافرش مع الفرقه للمغرب. فبالتالي ميزه النادي الاهلي في وسط الملعب ان هو عنده وفره عدديه مميزه وكلهم لعيبه اكفاء. لما هتيجي تتكلم على اليو ديانج، تيجي تتكلم على حمدي فتحي، تيجي تتكلم على مروان عطيه، ما شاء الله عليه بصراحه يعني، بصراحه. وحمدي فتحي كمان حاجه جامده، واليو ديانج حاجه جامده. فبالتالي ده نص ملعب ما شاء الله جيد، وهو ده التشكيل الاقرب بالمناسبه. تيجي تخش في الجانب الامامي للفريق، حسين الشحات اللي بيتوهج جدا، وايضا بيرسي تاو اللي ماشي بشكل مميز، وايضا محمود عبد المنعم كهربا احد هدافي الفريق هذا الموسم. فده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي من خلال موقع مين؟ يلا كور. يلا اللي بعده كوره بلس. كورة بلس بيتكلموا على التشكيل المتوقع ايضا، وده على فكره الطبيعي. انت دلوقتي لما تيجي بقى تعمل ايه، تيجي تتكلم على ماتش الاهلي والرجاء، فهو اهم ماتش في اليوم بالنسبه لكل جماهير الكره المصريه، لان كل الجماهير بمختلف انتماءاتها هتتابع هذه المباراه. فبالتالي الاهلي النهارده هيلعب مع مين؟ مع الرجاء. فبالتالي التشكيل المتوقع الناس كلها بتقعد تتوقع التشكيل، وده طبيعي ومنطقي للغايه، بخلاف ان احنا نفسنا سالنا حضراتكم احنا منتظرين تفاعلكم معانا وتقولوا لنا توقعاتكم لتشكيل المباراة. وهناخد طبعا زي ما انتم متعودين دايما التوقعات في الجزء الاخير من الحلقة. فكرة بلس قال لك ايه؟ قال لك في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي معلول في خط الدفاع كظهير ايسر، احد ابرز اللاعبين في الحقيقة. محمد عبد المنعم ما شاء الله من اللاعبين اللي انا على المستوى الشخصي بصنفهم من ضمن اللاعبين الافضل، الافضل لو استمر في هذا المستوى هيكون من افضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية في هذا المركز، دي وجهة نظري. محمود متولي هيجاور محمد عبد المنعم، محمد هاني هيكون باك رايت، في نص الملعب حمدي فتحي، مروان عطيه، اليو ديانج، وفي الخط الامامي حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. واضح ان في اجماع يا جماعه على ايه؟ على هذا التشكيل. خلينا نترقب، خلي بالك ربما يكون في مفاجاه من كولر، كل شيء وارد
من قبل المدير الفني للنادي الاهلي. خش على اللي بعده. حساب كوره 11 كتب قال لك ايه بجانب بطاقه التاهل: النادي الاهلي يضع عينيه على رقم قياسي غير مسبوق ويسعى الى تحقيق او يسعى الى تحقيقه على حساب مين؟ الرجاء المغربي الليله في مباراه محمد الخامس بعد غيابه لمده 24 عام. طيب ايه الرقم ده؟ قال لك يتطلع ممثل مصر لتحقيق اول فوز في تاريخه على الرجاء في المغرب. الاهلي ما فازش على الرجاء في المغرب ولا مره قبل كده. بيقول لك حيث لم ينجح المارد الاحمر في تحقيق ذلك من قبل منذ اول مباراه افريقيه جمعت بين الفريقين عام ايه؟ عام 99. لكن الاهلي فاز على الرجاء في استاد القاهره وفي القاهره بشكل عام، لان الاهلي لعب مع الرجاء. انا فاكر جون لمحمد شوقي كان حلو قوي من تصويبه كده، كان الماتش بيتلعب في استاد المقاولين وايضا كان في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني الجيل الذهبي، فاكرين الجيل الذهبي ده يا جماعه اللي كان فيه نجوم؟ يا نهار ابيض، لما تيجي كده تتكلم عن نجوم الجيل الذهبي فهات كده مثلا من ورا، يعني من حراسه المرمى. طبعا كان فيه عصام الحضري في الفتره اللي انا بتكلم عليها، كان فيه طبعا كابتن محمد بركات، كان فيه طبعا الكابتن سيد معوض بس كان لسه ما جاش النادي الاهلي، بس كان فيه طبعا الله يرحمه الكابتن محمد عبد الوهاب، كان فيه طبعا كابتن عماد النحاس، الكابتن وائل جمعه، تيجي تتكلم على الكابتن محمد شوقي، تيجي تتكلم على كابتن عماد متعب، الكابتن ابو تريكه، على في اسماء تقيله قوي قوي بصراحه كانت في الجيل ده. طيب تعال نخش على اللي بعده. قال لك حساب يلا كوره وبيتكلم عن الارقام، الارقام واللي بتتعلق بمواجهات الفرقتين والاحصائيات. 9 مباريات جمعت الفريقين في دوري ابطال افريقيا، فاز الاهلي في 3 مباريات، فاز الرجاء في مباراتين، التعادل في 4 مباريات. الاهلي جاب كام جون باخر ماتش ده؟ جاب 12 هدف، والرجاء سجل كام هدف؟ 10 اهداف زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. الاحصائيات في بعض الاحيان بتبقى مهمة لكن عمرها ما كانت مؤشر عن أي شيء، دي وجهة نظري برضه يعني، لأن هي في الأول وفي الآخر بتبقى أرقام طبقا لظروف المباريات يعني، لكن مش مؤشر أو مش مقياس أبدا على أن مين هو الأقرب أو مين نسبه أكتر في الفوز أو مين ممكن أن هو يعني يحسم التأهل، كل الحاجات دي عادية يعني. طيب تعال نروح برضه لآخر خبر هاخده في ترند الأهلي، عايز أتكلم عالمي يعني، موضوع مهم برضه. حساب كرة بلس نشر رسائل كولر للاعبي الاهلي قبل مواجهه الرجاء المغربي بدوري ابطال افريقيا. قال لك كولر قال ايه في الرسائل للاعبين؟ ده اللي حسب يعني اللي اتنشر يعني، قال لك كولر ركز على الجانب المعنوي والفني لتجهيز اللاعبين للمباراه المرتقبه الليله، وحذر كولر لاعبي الاهلي من الاستهانه بالرجاء المغربي، وده طبعا كلام مظبوط مليار في المية، مليار في المية، وعدم الالتفات لما يقال عن ازمات وغيابات في معسكر الفريق المغربي قبل اللقاء. كل الحاجات دي يا جماعه مش برضو ما تدكش مؤشر ان فرص الاهلي اعلى، لا ايا كان، ياما فرق بيبقى بما فيهم النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه وغيابات وبيكسب، والرجاء مش اسمه قليل، فلازم طبعا لاعبي النادي الاهلي ياخدوا بالهم من مثل هذه الجزئيه. واكد على ان الاهلي او اكد على ان الرجاء بيضم عناصر جيده وده طبيعي، وقال لازم ننسى مباراه الذهاب ونلعب على ان المباراه دي يعني احنا ما عندناش اي افضليه في نتيجه اولى ونركز ومش عايزين اي اخطاء دفاعيه ساذجه، تصريحات طبعا منطقيه للغايه. ده او دي بعض الاخبار اللي على السوشيال ميديا النهارده. نروح لفاصل بعدين نكمل يلا. طيب خليني اقرا لحضراتكم الخبر ده وهو بيتعلق بسيدات كره اليد اللي باركنا لهم على فوز ببطوله الدوري، لكن الكابتن محمود الخطيب كمان رئيس النادي الاهلي بيهنئ سيدات اليد بنفس البطوله. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه لاعبات الفريق الاول لكره اليد وجهازهن الفني والاداري والطبي بعد الفوز بالدوري بجانب بطوله الكاس التي حققها الفريق قبل ايام. وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية والإصرار على المكسب والجمع بين البطولتين، وقال إن هذا الانتصار يحمل الفريق مسؤوليات أكبر فيما هو قادم سواء على المستوى المحلي أو القاري، ولا بد من مضاعفة الجهد والاستعداد القوي للحفاظ على الصدارة وإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات في كافة الألعاب. كلام طبعا مظبوط 100% طبيعي من رئيس النادي الأهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى كل التوفيق دايما في مختلف الأمور.
طيب نروح لبعض الأخبار العالمية واللي بتتعلق بمحترفينا في الخارج، وناخد خبر بيتعلق بإمام عاشور لاعب منتخبنا الوطني المحترف في ميتلاند الدنمارك. النهاردة حساب في الجول على تويتر بيقول إيه؟ بيقول إن ميتلاند، وهو ميتلاند يعني أعلن على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا إن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم، بيعلنه بشكل رسمي بسبب الإصابة وعودته إلى مصر وخضوعه للعلاج والتأهيل تحت إشراف طبيبي المنتخب المصري. فعايز أقف شوية عند الخبر ده، لأن في كل الأحوال أنا مستغرب بس شوية، أي لاعب بيخرج يا جماعة بيحترف لازم يكون عنده الإصرار على الاستمرار، لكن في نفس الوقت طالما في تنسيق ما بين الجهاز الطبي الميتلند والجهاز الطبي المنتخب الوطني، وإن شايفين إن الأفضل، رغم إن ده بالنسبة لي غير مقنع، شايفين إن الأفضل يرجع إن هو يكمل علاجه في مصر طالما الموسم بتاعه انتهى خلاص، فده بالنسبة لي أمر غريب، لكن في كل الأحوال ده قرار إدارة ميتلند. وفي كل الأحوال نتمنى كل التوفيق لكل محترفينا في الخارج طبعا بلا استثناء، إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، إلى اللقاء.